بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا في كل مكان أينما كنتم، هكذا الانطلاقات وهكذا كل شيء جميل يسير هنا في هذا المهرجان الكبير. ننتقل وياكم مشاهدينا في هذه الانطلاقة القفلة النهائية، انطلاقة الشوط التاسع الذي يحمل مشاهدينا الأعزاء لهذه الزلل والشعارات الجميلة، شعارات التي مشاهدينا هي التي سوف تكون حاضرة بكل معنى الكلمة مشاهدينا والمرتقبة غدا. نتابع مشاهدينا هذه الانطلاقة وهذا الشوط، وهناك أيضا سيارة لمن يفوز بهذا الشوط والأعداد ما شاء الله والشعارات كذلك. نحن على الهواء مباشرة، ننتقل للصدارة في هذا الأداء الجميل وفي هذا الانتقال. هناك مشاهدي الأعزاء الصدارة من البداية، هزر مشاهدينا وهزر هي من انتقلت إلى الصدارة مبكرا في هذا الأداء، في هذا الشعار الذي دائما يتواجد بقوة، شعار هجن العاصفة من انتزعت الصدارة الواثق. هناك من يتابع المركز الثاني، هناك الشعار الجميل الآخر والجميل، هناك مشاهدي الأعزاء الداودية التي تنتقل بهذا الأداء الجميل مع هجن الشحانية مع هذا الشعار العنابي الذي مشاهدينا أيضا آتي بقوة، وسالم بن فاران المري هناك الذهبي. ننتقل مع هذا الأداء ومن عمق الميدان لنرى هناك نجدة مشاهدينا التي تنطلق بشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم ومطر بالله بن سيف الهاجري من دفع بهذا الأداء الجميل من الجانب الدوني. هناك أيضا دخول وانتقال بهذه اللحظات من قبل شعار هجن الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة. الهام الهام مشاهدي الأعزاء وعلي بن جميل الوهيبي، ولكن هناك الدخول، هناك التسلل، هناك رواية ورواية مشاهدي الأعزاء وصلت بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مطر بن محمد بن ضبيعه الاكتبي. من يقودها في هذا الاداء الجميل؟ من يساير هذا الشعار المميز؟ نعود ونتابع. هناك الدخول والانتقال القادم مشاهدينا، هناك وصول، هناك انتقال، هناك نجده اخرى قادمه بشعار سمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم وحمد بن علي العويسي. الأداء جميل للغاية، والخمس مراكز المتقدمة، الخمس مراكز المنطلقة والشعارات في الصدارة، الشعار الجميل شعار هجن العاصفة الذي ينطلق وانطلق أيضا اليوم بالشوط الأول والأداء جميل. وهناك هزر وهزر قادمة بقوة مع هجن العاصفة. هناك حمد بن راشد بن غدير الواثق ايضا متواجد، ولا ننسى ايضا الشعار العنابي اللي بدا يقترب بقوه في هذا الاداء. هناك ما شاء الله الداوديه بهجن الشحانيه التي اداء جميل للغايه ما شاء الله، وسالم بن فاران الذهبي متواجد من الناحيه الاخرى التواجد ايضا بقوه. هناك شعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم كذلك مع مطر بن سيف اللاحق الهاجري في الأداء الجميل من عمق الميدان. التسلل مع هذا الشعار اللي قادم بقوة أيضا وانضم إلى الأربعة اللي في الصدارة، شعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. هناك رواية ورواية جميلة في كل الأشواط هنا في هذا المهرجان، ومطر بن محمد بن ضبيعه من يروي الينا هذه الروايه والمتابعه. والمركز الخامس، الخامسه اللي قادمه مشاهدينا هناك لتكمل النداء نجده، والتي قادمه بشعار سمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم والشاعر. هناك العويسي حمد بن علي من يتواجد خلف هذا الشعار الجميل والاداء الاجمل قادم،
والشعارات التي لها تاريخها ولها إنجازاتها. هنا كما نتابعها أيضا عبر الهواء مباشرة كذلك حاضرة، ولكن العودة للصدارة، العودة إلى الأداء الجميل، إلى من انتزعت الشوط مبكرا وغاد الشوط، وهذا هو الأداء الجميل والأداء المرتقب في يوم القدر. الله، هنا مشاهدينا شوفوا المنافسة من البداية، هناك كما نتابع الصدارة والبداية مع هدر، من البداية هدر وهجن العاصفة كذلك هي من خطفت الأضواء وخطفت الأداء في هذا الشوط مع الواثق مع هدر، وتجاوزت هناك رواية، رواية بدأت تنتقل للثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، هو مالك هجن العاصفة، وكذلك من يملك رواية ومطر بن محمد بضبيعة، من يتابع من يضمر رواية التي انتقلت من العمق، التي أخذت زاوية الانطلاق، النقلة القادمة للشعار العنابي، للأداء الجميل، للشعار المرتقب يوم القدر بقوة مع جماهير هنا الشحانية. هنا نتابع هنا الداودية وهجن العاشه الشحانية وسالم بن فاران، من يتابع الذهبي، من يترقب الذهبي والنقلة القادمة كما نتابع معكم الرابعة نجدة، والتي تعود ملكيتها لسيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. هناك مطر بن لاحق الهاجري، من يتابع الرابعة والمركز الخامس، وصلت في هذه اللحظات القدوم الانتقال الوصول، يا سلام هنا إلهام، الله وصول وأداء وهجن الرياسة بدولة الإمارات العربية المتحدة التي حضرت بقوة في هذا المهرجان الكبير. هناك علي بن يميل، هناك الظافر، هناك ابو سعيد ينطلق مشاهدينا، وايضا الشعارات التي لها انجازاتها من تكون حاضرة. الله، هذا هو الشوط، ولكن خلف الخمسة، خلف الخمسة هناك الكل قادم والكل واصل، وحتى هذه اللحظات لن يصل الدائرة الإعلامية، الدائرة هناك الخمسة في فئة الفايف ستار، فئة الفايف ستار، وعودة هناك مشاهدينا إلى هدر، وهدر من تقود الشوط بكل حكمة وبكل دراية بالمناطق الأولية والمناطق المتقدمة من هجن العاطفة مع الواثق، وهناك المركز الثاني. الله، رواية، رواية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، ولكن وصل الشعار العنابي، وصل الشعار العنابي، شعار الشحانية وصل بقوة ليكونوا، وكذلك هو من الأداء الجميل، ومع الداودية ومع الذهبي بن فهران، ومع الأداء الجميل الذي سطر التاريخ يا مضمرين. الله، نحن في هذا الأداء والمركز الرابع، المركز الرابع، هناك من وصلت، هناك جواهر انتقلت إلى هنا في المركز الرابع، ودخلت في الأرقام، ودخلت في الأداء، ودخلت في الفورمة. هنا جواهر من هجن مشاهد الأداء، هناك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، وهناك سالم بن حمد بن نهيان سفير المضمرين يسافر بالأداء الجميل، ولا ننسى إلهام من هجن الرياسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومن يقودها هناك بن جميل. الله، يا مضمر الأسامي الجميلة والتي سوف تكون بالغد الحاضرة. نعود للشوط، نعود للأداء، نعود لكل شيء جميل هنا في ميدان التحدي. الله،
يا سلام، نشوف ونتابع ونرصد التحركات هناك. هدر ما زالت هي حتى هذه اللحظات سيطرة ميدانية واضحة من خلال شعار اثنى العاصفة مع الواثق. وهناك المركز الثاني، هناك الأداء الجميل، وهناك الداودية، الاسم الجميل الداودية تنتقل بكل خفة وبكل رشاقة من هدنة الشحانية والأداء الجميل كذلك مع الذهبي. ووصل هناك أيضا شعار الآخر، شعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع رواية ومع أبو الضبيعة. وصل شعار الرياسة بدولة الإمارات. الله، وصل الظافر ليحرك الشوط. ووصل سفير المضمرين مع هناك أداء جميل تقدم جواهر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. الكل وصل، وصل شعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. ولكن اللحظات الأخيرة، الكيلو واللي ما بعد كيلو، التنبيه، التنبيه للكيلو، وطرقنا أبواب الكيلو والكل طرق. هناك طرقته هدر، ومن البداية هذه اللي تركض في أول الشوط وآخر كيلو تجر. روح روح يا الواثق. وصل الظافر، ووصل هناك بالعرضي، والكل أيضا متواجدين هنا فضاحلة المضمرين. وصلت الهام، انتقلت، انتقلت الهام، تنتقل للمقدمة بشعار الأحمر الخطر اللي دائما يعبر. يا السلام يا بني ميل. والمركز الثالث، وصل شعار سمو الشيخ راشد بن حمدان. مزايا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، التضمير والأداء الجميل. عتيق بن سالم بالعرطي، الخبرة الجميلة اللي متواجدة مع أبو أحمد. الله على الشوط، الهام وهدر، الهام وهدر، وراح الشوط. الله الله الله، تهانينا لهدنة الرياسة. والنقطة الكم يا شباب؟ النقطة السادسة، النقطة السادسة، 6 من 9 حتى هذه اللحظات، 6 نقاط من 9. هذه النقطة بالفعل نقطة مؤهلة. تهانينا، تهانينا لهدنة الرياسة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتهانينا للظافر أبو سعيد علي بن جميل. المركز الثاني كانت هدر لإذن العاصفة، والمركز الثالث مزايا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد سعيد المكتوم. والمركز الرابع، المركز الرابع جواهر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد سعيد المكتوم. والمركز الخامس، المركز الخامس كانت هناك الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد سعيد المكتوم. فاجأتنا في اللحظات الأخيرة، هكذا عشنا شوط جميل كان أحمر خطر مر وعبر حتى خط النهاية. 12:29.78 جزءا من الثانية، توقيت الهام من هجن الرياسة بدولة الإمارات العربية المتحدة. شكرا الظافر. المركز الثاني 12:30.84 هو كذلك اشعار مشاهد هزر لهجن العاصفة. ولو التحية الواثق ابن غدير. المركز الثالث هي كانت 12:31.16، تهانينا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. شكرا ابو احمد عتيق بن سالم، مشاهدي الاعزاء، ابي العرطي الحميري والناموس.